مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مروة، لو اول مرة تشوفوني اهلا بكم في قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا مع بعض نبدأ الفيديو. كل سنة وانتوا طيبين. خلاص رمضان قرب ورمضان على الابواب، وخلاص بصوا ريحة الجو في كل مكان، ريحته كده مليان بجو رمضان. طبعا رمضان شهر الخير والبركة والرحمة والغفران، فاحنا عايزين بقى طول الشهر ده نستفيد ان احنا نكون مجهزين حاجتنا قبلها علشان نتفرغ بقى للصلاة وقراية القرآن. بجد بيبقى الصلاة مختلف تماما عن الأوقات العادية، بيبقى في رمضان كده التراويح وصوت القرآن حوالينا في كل مكان بيبقى بجد يعني حاجة كده جميلة قوي. فأنا حبيت ان انا اخلص حاجتي كلها قبل ما نيجي الشهر الكريم علشان اتفرغ براحتي لأي حاجة. انا عملت المرة اللي فاتت اللحمة المفرومة، تفريزات اللحمة المفرومة، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن عشان لو حد ما شافوش تقدروا تدخلوا عليه وتشوفوا الوصفات اللي انا عملتها تقدر تفيدني. هنا كل الوصفات بالفراخ، دي صدور فراخ وكمان شيش طاووق وفراخ مفرومة. هنا جبت 3 كيلو بانيه متقطعين، بانيه رفيع او على حسب ما انتوا حابين. طبعا التقطيع اللي انتوا تحبوها. الوصفات النهارده ما فيهاش فصوص فراخ، كلها عباره عن شرايح رفيعه من البانيه. وكمان ده كيلو شيش طاووق بيكون وراك، انا بحب اعمل الشيش طاووق من الوراك بيبقى جوسي اكتر من الصدور. وهنا كمان في فراخ مفرومه، دي كمان مش صدور لا وراك برضو، هقول لكم الوصفه بتاعتها حلوه جدا. الوراك بيبقى فيها نسبه دهون اكتر من الصدور، فبتبقى مخليه الطعم احلى للحاجات اللي بيبقى يعني ليها شوي زي الشيش طاووق او زي الكفته. بحب جدا ان هي بتكون اللحمه بتاعها طري اكتر من الصدور، فالتسويه كمان بتاعتها بتكون اسرع. فانا بحب اقطعها التقطيعه دي او الراجل هو اللي بيقطعها بتاع الفراخ على حسب ما انتوا حابين. لو حابين انتوا تقطعوها بتجيبوا الوراك وتخلوها وبعد كده بتقطعوها عباره عن مكعبات. دي بجد بتبقى حلوه جدا وبتبقى احلى كتير في الطعم، بيفرق قوي اكتر من الصدور. لو بقى حد حابب يعملها اخف يعملها بالصدور بس بتحتاج تسويه اكتر. تعالوا بقى هنا اول حاجه انا هعمل خلطه البانيه. طبعا البانيه من الحاجات اللي لا غنى عنه في البيت، تقريبا كل الناس بتحب البانيه الكبار والصغيرين، فبجد بيبقى طعمه تحفه، ممكن نعمله مع اصناف كتير جدا، فهو بجد بيبقى حلو قوي. انا هنا هاخد كيلو من البانيه وهبتدي اشوف لو في مثلا اجزاء بتكون سميكه هبتدي افردها، لكن لو مثلا في حاجات يعني رفيعه خلاص بسيبها. اول حاجه انا بستخدم الشاكوش بتاع المطبخ وببتدي اخبط على الصدور على الحتت اللي هي بتكون سميكه، وابتدي كده ابططهم خالص وافرد فيه كويس قوي. بحط كيس ثلاجه من تحت وبقيه الكيس من فوق علشان خاطر الجزء بتاعه الصدور ما تتبهدلش او يحصل فيها مثلا فراغات مكان الطبطبه اللي احنا بنعملها. الحركه دي بتخلي البانيه يكون يعني بيكون كده زي حصل له كده ايه تفتتات كده، بيتفتت شويه. الفتحات اللي احنا بنعملها مكان الدق دي لما بتدخل فيها التتبيله بيخلي طعمه احلى كتير، يعني حقيقي بجد عن تجربه الموضوع ده بيفرق قوي. فانتوا لو حابين ان انتوا تجيبوا الصدور بتاعه الفراخ فصوص وانتوا تقطعوها في البيت وتبتدوا تدقوها كده بيبقى بجد طعمها حلو جدا، وكمان التتبيله بتتشرب احلى وبتفرق كتير قوي قوي في التسويه وفي الطعم. كل الفراخ بتاعه النهارده طبعا مغسوله ومنقوعه في الدقيق وملح وخل وليمون، وبنغسلها كويس جدا علشان ريحه الزفاره. وبعد كده بنبدا ان احنا نشطفها بالميه كويس جدا ونبتدي نحضرها علشان تتحط في التتبيله. حطيت بصله مبشوره كده كبيره، وبعد كده لبن رايب يعني ممكن حوالي كوبايه او اقل كمان شويه من كوبايه، ممكن الازازه اللي هي الصغيره. وكمان نحط نص ليمونه، الليمون بيخلي طعمه حلو جدا، من الحاجات بجد اللي بيديله كده يعني
بيبقى فيه حامض كده في طعم البانيه حلو قوي. وبعد كده بنحط فلفل اسود وملح ورشه كده ايه من البابريكا، انا مش بحط شطه بحط بابريكا، البابريكا بتديله لون جولد كده حلو قوي، بيكون شكله جميل جدا. وبنحط الملح طبعا على حسب ما انتوا حابين الملح، طبعا بالكميه اللي هي ايه بتريحكم. ونقلب بقى التتبيله دي كويس جدا، دي بجد طعمها حلو قوي، من الحاجات اللي بجد بتبقى ريحتها قويه وجميله. في كمان طريقه تانية للبانيه هبقى اعملها لكم مره تانية، بس بميه البصل بجد تحفه، من الحاجات الجميله جدا البانيه حقيقي بجد، كل الناس بتحبه، انا عندي الولاد بيحبوه جدا وانا شخصيا بحبه قوي. هنا كمان هنبتدي بقى نسيب كل صدور البانيه كلها في التتبيلة، نخلصهم كده كلهم ونحاول ان احنا ندخل التتبيلة كويس قوي. نخلص بقى الكمية دي ونبتدي ان احنا نغلفه او نقفله ونشيله شوية قبل ما نحب ان احنا نحطه في الفيجيتار، لازم نسيبه في التتبيلة دي يتشرب من التتبيلة حلو قوي. كل ما بنقعده في التتبيلة كل ما بيبقى طعمه احلى، فطبعا اقل حاجة ممكن نعملها يعني ساعتين. لو انت طبعا حابة ان انت تكوني عاملاه من قبلها بيوم مفيش مشكلة، بيبقى برضو حلو قوي وبيبقى طعمه جميل كل ما بياخد من التتبيلة اكتر. فعشان كده انا حبيت ابدأ اول حاجة بيه على ما ابتدي اعمل الوصفات التانية يكون هو قعد في التتبيلة بتاعته شوية. خلاص بقى انا خلصت الكمية بتاعتي وهبتدي اشيله لحد ما ابدأ في حاجات تانية هو يكون اتشرب من التتبيلة كويس قوي. تاني حاجة برضو من الحاجات اللي بتحب ان هي تقعد في التتبيلة هي الشيش طاووق. الشيش طاووق زي ما قلتلكوا انا بحب اعمله من الوراك، وراك مخلية ومتقطعة، فبجد بتبقى طعمها احلى كتير. وجربوها لو حد بيجرب دايما بالصدور، جربوا الوراك هتعجبكم جدا، بتخلي طعم الشيش طاووق جوسي قوي. الطريقة ديت انا بحب جدا اعملها، وبحتاج كمان مكعبات من البصل والفلفل الالوان. لو حابين تضيفوا جزر براحتكم على حسب ما انتوا حابين، ولو طماطم، بس انا طبعا هنا هشيله في الفريزر فمحبتش ان انا اضيف له طماطم. هبدأ بقى احط البهارات بتاعت الشيش طاووق، هنحط كزبرة وملح وفلفل اسود وكيري وكركم وسماء وشطة طبعا على حسب ما انتوا حابين، وبابريكا وتوم باودر، انا مش مكترة الشطة، حط حاجات بسيطة قوي. وكمان بقى بنضيف عليهم ليمون. طبعا البهارات دي ريحتها كلها حلوة، انا بحب دايما اعمل الخلطات بتاعة البيت، مش بحب اجيب الوصفات اللي هي خلطات جاهزة للشيش طاووق او للشاورما، لا بحب انا احط التتبيلة بتاعتي، بتكون نكهتها احلى كتير من الحاجات اللي بتكون من برة. بصوا بعد كده ضفت بقى الليمونة كاملة، هبدأ بقى احط شوية زيت زيتون. طبعا دي حاجة اختيارية، لو انتم مش حابينه ممكن تبدلوه باي زيت عادي، انا بحطه بيبقى بجد مخلي للوصفة دي طعم كده حلو قوي. وكمان بنحط صويا صوص بس مش بضيف كتير، وناخد بالنا لو زودنا الصويا صوص نقلل الملح او ما نحطش ملح خالص، علشان هي بتكون ملحة فبجد بتخلي يعني طعم الشوي كده بتاع الشيش طاووق بتخليه طعمه حلو قوي. الصويا صوص بجد بتدي نكهة حلوة وكمان بتدي طعمه ولون، فبجد بتفرق كتير قوي في كل في اغلب الوصفات انا بحب ان انا استخدمها. كمان هحط مستردة الشيش طاووق، من الحاجات اللي مع المستردة بتبقى جميلة جدا. بصوا بقى تخيلوا كل روائح الجميلة ديت والطعم بتاع البهارات، بيبقى بجد ميكس حلو قوي للتتبيلة ديت. ونضيف بقى كده معلقتين من معجون الطماطم، الصلصة بتاعت الطماطم، عايزة اقول لكم ان انا دايما بقلبه كده، يعني باجي استخدمه بقلبه على الغطا فبيفضل وقت معايا في التلاجة مش بيحصل له اي حاجة. كنت الاول بضيف له زيت ويبقى الزيت بقى كتير، واجي اخد الزيت ممكن ينزل مع معجون الطماطم وابدأ احط زيت تاني في كل مرة، لكن لما قلبت البرطمان على الغطا بالطريقة اللي ورتالكو بجد فارق كتير وطعمه بيفضل زي ما هو، والمعجون بتاع الطماطم مش بيجراله اي حاجة. نضيف كمان شوية من الخل ونقلب كل المكونات دي كلها مع بعض لحد ما نحس ان كل البهارات اتقلبت في السوائل اللي موجودة، وبعد كده نبدأ ننزل بقطع الوراك المخلية. نحاول واحنا بننظف الفريخ ما نكونش شايلين الدهون بتاعتها، علشان بجد بتعمل طعم حلو قوي في الشوي، وبتخلي كمان القطع بتبقى جوسي قوي.
بحب اقلب التتبيله ديت بايديا مش بمعلقه علشان ابقى واثقه ان التتبيله دخلت جوه النسيج بتاع الفراخ، وبعد كده بسيبهم شويه علشان خاطر الفراخ تتشرب من التتبيله اللي احنا عاملينها ويكون طعمه احلى. طبعا لو هنبدا فيها قبلها يبقى افضل قبلها بساعتين. نعمل بقى الوصفه الثالثه هي الكفته. الكفته انا بحب اعملها بالوراك علشان خاطر بيبقى فيها نسبه دهون اعلى من الصدور. كمان هنا البهارات اللي انا هستخدمها جوزة الطيب، نبشرها افضل، وتوم باودر وفلفل اسود وملح ونعناع جاف. بحط كل ده على الوراك. الوراك دي انا جايباها وفرماها في البيت، بتفرق كتير قوي. زي كده ما عملنا اللحمة المفرومة لما بنكون جايبينها للكفتة بتبقى فيها نسبة دهون اكتر من العادية، دي برضو نفس الفكرة. بعد كده بحط بصلة مبشورة، بس انا بصفي المية بتاعتها كويس جدا، وبحط بقدونس. على فكرة البقدونس ده انا كنت سايباه في الفريزر واستخدمته، من الحاجات بجد اللي بتنفع جدا ان انت تكوني سايباه دايما عندك خضار يكون متقطع ويتساب في الفريزر ويطلع تيجي تستخدميه، بيبقى كويس جدا. نخلط بقى الكفتة كويس قوي ونقلبها، وبعد كده نبدأ ان احنا نصبعها. بس نحاول قبل ما نصبعها نسيبها شوية صغيرين ترتاح، وبعد كده لما نيجي نصبعها نحط الزيت في ايدينا ونصبعها على طول. بجد ريحتها كانت حلوة قوي. دي بقى الوصفة الرابعة، صدور فراخ على الطريقة التركية. الوصفة دي سهلة جدا وكمان طعمها حلو. في رمضان بنحب ان احنا نبقى عندنا اصناف كتير مختلفة. اول حاجة هنحط كوباية زبادي وملح وفلفل اسود وعصرة من الليمون وكمان فص ثوم ومعلقتين طماطم بس صغيرين، معجون طماطم صغيرين، وشوية من زيت الزيتون. زيت الزيتون بيخليها كده طعمها حلو وطري مع الليمون، بجد بتبقى حلوة قوي. نقلب كل الحاجات دي كلها مع بعض كويس جدا. كمان الوصفة دي ممكن نقدر ان احنا نعملها بدل ما نحط صدور فراخ اللي هي متقطعة زي البانيه، لا ممكن نحط في صوص كاملة ونشويها. بجد يا جماعة بتبقى طعمها حلو. انا جربتها بالصدور اللي هي الفصوص وبالصدور اللي هي متقطعة بانيه، الاتنين حلوين جدا. الفصوص كمان لما بندخلها الفرن كده ونطلعها ونقطعها سلايزات رفيعة بتبقى جميلة قوي. طبعت بقى الكفتة وهبتدي دلوقتي اشويها كده في طاسة على البوتاجاز. لو حابين نعملها على الجريل او ندخلها الفرن، طبعا الطريقة اللي انتوا بترتاحوا لها سووها بيها. هنعمل بقى الوصفة الخامسة، وصفة للحشوات ننفع للسمبوسك واي معجنات هتحطيها على سفرة رمضان، بجد بتبقى جميلة جدا. قطعت صدور الفراخ لشرايح كده رفيعة زي الشاورما، وهبتدي احط عليها فلفل اسود وسمسم. نجيب قطعة من الجنزبيل الفريش ونبشرها ونحطها للوصفة دي، بيبقى ريحته حلوة جدا الفريش عنه كمان البودر. ونضيف معاهم صويا صوص. الحشوة دي تنفع لأي معجنات للسمبوسك على سفرة رمضان، بنحب دايما ان احنا يكون في معجنات زي السمبوسك، وافكار كتير جدا هنبقى نعملها مع بعض. ونبتدي نخلط الحاجات دي كلها لحد كده ما يتجانسوا ونشيلهم كده على طول او نسويهم على حسب ما انتوا حابين. هعمل بقى دلوقتي الوصفة الخامسة، هي صدور الفراخ برضو بنقطعها شرايح رفيعة كده زي الشاورما، وهنعملها مع بعض بالصوص الباربيكيو. بجد بتبقى طعمها حلو جدا. ممكن في اي وقت حابين نعمل بيتزا ناخد منها كده ونعمل البيتزا، او نعملها مع رز ابيض، هي بتبقى جميلة جدا. نضيف بقى صوص الباربيكيو والكاتشب وملح وفلفل اسود وبس كده. بصوا وصفة سهلة جدا ما بتاخدش اي وقت، ممكن ان احنا نعملها كمان في اليوم العادي، بتكون سريعة جدا وطعمها حلو، وكمان الولاد بيحبوها قوي. فبجد من الوصفات الجميلة السهلة اللي ريحتها حلوة، ونقدر كمان نعملها جنب اصناف كتير مختلفة. بصوا ما اخدتش مني وقت خالص. على بقى ما خلصت كل الوصفات بتاعت اليوم كده، البانيه بقاله شوية قاعد في التتبيلة، دلوقتي هبدأ اشتغل فيه. اخدت 3 بيضات وفلفل اسود وملح واللبن وقلبتهم كويس مع بعض، واهم حاجة نحط فلفل اسود في البيض علشان ما يبقاش ليه ريحة من الزفارة، وهقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. هطلع بقى البانيه من التلاجة، وهحط كمان 3 معالق او معلقتين نشا على الفيجيتار ده، بقسماط عادي اللي هو بتاع ريتش بيك، بحبه جدا وطعمه حلو.
بضيف النشا ليه علشان خاطر النشا بيخلي طعمه كده كريسبي وبيبقى جميل جدا. اهم خطوة بنعملها علشان خاطر الجزء بتاع الفيجيتار ما يبقاش طبقة بتتشال من على البني، ان احنا نصفي كل حاجة محطوطة على صدور الفراخ كويس جدا، يعني البصل اللي محطوط والبهارات والحاجات دي كلها بنشيلها قبل ما بنحطها في البيض والفيجيتار. طبعا هي قعدت وقت كافي فتشربت كفاية من التتبيلة واخدت خلاص اتشربت من الطعم، فكل البواقي ديت احنا مش محتاجينها، فبدل ما بحطها وتعمل لي طبقة بتكون فيها تكتلات او بتقع مني في الزيت او بتنزل في الزيت وبتتحرق، فاحنا في غنى عن كل ده، بنشيلها كلها وبعد كده بنحطها في البيض على طول. انا خلاص خلصت كل الكمية اللي كنت بعملها للبني وحبدأ ان انا ارصها. بحب جدا ان انا استخدم العلب دي في التفريز، مش بتاخد مكان، وبحط فيها الكمية اللي انا حباها. اول حاجة بحط يعني واحدة بني، وبستخدم الورق اللي هو بتاع التلاجة، ممكن اقصه او من عند بتاع العلب او البلاستيك اللي بيبيع العلب، بيكون عنده أكياس كده مربعة بتقدري تحطيها بين طبقات البني علشان خاطر ما يلزقوش مع بعض، فما بين كل واحدة والتانية بنحط واحدة، بعد كده نرجع نحط واحدة بني، وبعد كده نحط ورقة كمان ونحط بني، وهكذا لحد ما نخلص كل الكمية اللي موجودة. بتفرق كتير جدا ان احنا لما نيجي البني يطلع من الفريزر ويفك ما يبقاش الطبقات بتاعة الفيجيتار بتلزق في بعضه، وألاقي الطبقة اللي انا عاملاها كلها راحت. فالطريقة دي بتحافظ على كل واحدة ان هي يكون محتفظ بالفيجيتار بتاعه كويس جدا. خلاص كده الشيش طاووق برضو هبتدي اخده علشان احطه في الشيش. بصوا بجد كده قعد وقت حلو وجميل. هبتدي بقى اخد الخل بتاع الشيش اللي هو الطويل، وابدأ ان انا احط قطع الفراخ مع المكعبات من الخضار، طبعا على حسب ما انتوا حابين من الخضار، تقدروا ان انتوا تحطوا الكمية اللي انتوا حابينها والانواع كمان اللي انتوا بتحبوها. اللحم بتاع الفريخ ايه الحاجة اللي ممكن تخليه ان هو ما يلزقش في الخلة في الخشب بتاعها؟ ان احنا بندهنه زيت، بيفرق كتير جدا ان هي القطع بتطلع بكل سهولة، او ممكن ان احنا نكون نقعينه قبلها في مية، لكن انا بحطه في زيت وابتدي احط بصل وقطع من الفريخ، وبعد كده بقى فلفل حلو، بنحط الاحمر اصفر اخضر على حسب ما انتوا حابين، وبعد كده برجع احط تاني. انا بحب اعمل ان يكون الوحدة فيها عبارة عن ثلاث قطع من الفريخ، بالطريقة دي بتكون حلوة جدا، وكمان الشيش بيكون مليان خضار ومليان قطع من الفريخ، الطريقة دي بتبقى حلوة، وكمان بقطعها قطع كبيرة بتبقى جميلة جدا. بصوا بجد ريحته حلوة وكمان شكله حلو قوي وشهي، وكله كده مليان ألوان وجميل. هبدأ بقى أخلص كل الكمية اللي موجودة معايا، وبكده اكون خلصت كمية الشيش طاووق اللي انا استخدمتها. بصوا الكيلو طلع لي كتير. هبدأ احطها في اكياس التفريز بتاعت كوين، الاكياس ديت من كوين، الحجم الكبير المقاس ده الكبير، بيقدر ان انا احط فيه الشيش طاووق اكتر من العلب التانية المستطيلة، عشان هي مش بتاخد حاجات بالطول، وفي منها احجام لو انتوا حابين تقدروا تجيبوها. بصوا اتغلف كويس جدا، بجد الكيس ده محكم قوي. خلصنا خلاص كل التفريزات بتاعه البانيه والحشوات والتشيكن باربيكيو والتشيكن صويا صوص، عملنا حاجات كتير قوي مختلفه، حاجات نقدر ان احنا نسحبها، وكمان الشيش طاووق. بجد الحشوات اللي احنا بنعملها ديت او الطريقه اللي احنا بنعملها في تفريز الفراخ بتنفع جدا، زيها زي اللحمه المفرومه. ممكن ما تعمليش الوصفات دي، تعملي الوصفات اللي انت بتستخدميها او دايما بتسحبي منها من الفريزر، فتقدري ان انت تستخدميها فيك كمان بالدبابيس وبقطع فراخ كامله وبالفصوص على حسب ما انتوا حابين. بصوا الكفته بجد كانت ريحتها حلوه. تعالوا اكلمكم عن اصابع الفراخ دي، انا ما عملتهاش معاكم بس جهزتها بعد ما خلصت. اصابع الفراخ دي بتكون عباره عن البيض اللي بيكون باقي من البانيه والزبادي والفيجيتار، الحاجات دي كلها انا بصبعها
وببتدي اعمل منها اصابع كده بتكون محمره. كمان اي قطع فراخ صغيره مكان مثلا تقطيعة البانيه مكان الشاورما، الحاجات دي كلها انا بقطعها قطع صغيره جدا وبحطها وبعمل بيها الاصابع اللي وريتها لكم دي. بصوا الشيش طاووق كان شكله شهي بجد وكان متغلف كويس قوي، الاكياس دي بجد جميله ونفعتني. كمان اتسال في الفيديو اللي فات عن الاكياس، الاكياس دي من كوين، اكياس خاصه للتغليف في الفريزر او ان انت تستخدميها لسندوتشات ممكن. كمان هي محكمه جدا زيها زي بتاعت ايكيا، بتاعت ايكيا لاكتر من استخدام. كمان عايزه اقول لكم ان هي سعرها حلو، في منها مقاسين، في اخر الفيديو هسيب لكم الصور بتاعه العلب بتاعه كوين. انا كنت جايباها من فتح الله، كانت الصغيره في حدود تقريبا 16 والكبيره كانت ب 22 او ب 23. هي جميله جدا وحقيقي بجد التغليف بتاعها ما بيخليش الحاجه تكون مثلا وصل لها تلج او يكون يختلط الروائح ببعضها، لا بجد بتبقى جميله جدا. بجد مبسوطه ان انا خلصت الحاجات دي قبل رمضان لانها فعلا بتنجز معايا في الوقت كتير قوي. فالنهارده خلصنا كل الحشوات اللي احنا عايزينها، ممكن كمان نعمل حاجات مختلفه تانيه كتير على حسب الاحتياج بتاعنا. طبعا وفرنا بقى كتير قوي مجهود في ان احنا نفضل كل يوم في حيره هنعمل ايه، طب لا ده لازم يتبل قبلها، لا كل حاجه هنا متبله جاهزه او واخده نص تسويه او متبله وعلى التسويه على طول، فبنقدر ان احنا نطلعها ونستخدمها مباشره. لسه كمان في حشوات كتير قوي هعملها للسمبوسك، هنعملها مع بعض ان شاء الله. ده كده كان الجزء الثاني بتاع التفريزات. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. باي باي.